سأقول لك أن الديمقراطيين يتنفسون سعداء. الأجواء ووسائل الإعلام واستطلاعات الرأي كانت تشير إلى خسارة أكبر بكثير من ذلك. هم هذا الصباح يعتبرون أنه إذا كانت هذه هي النتائج فلا بأس يمكنهم تدبير أمرهم. في مجلس الشيوخ عمليا هناك تساوي حتى الآن، هناك 4 مقاعد ما زالت غير واضحة، واحدة من أحدهم أحد هذه المقاعد يتقدم فيه الديمقراطيون المرشح الديمقراطي. في مجلس النواب يبدو أن هناك تقدم واضح للجمهوريين، ولكن الأمور بعيدة جدا عن الموجة العظيمة التي كان يتنبأ بها جميع السياسيين والجمهوريين ووسائل الإعلام. الديمقراطيون يتنفسون الصعداء هذا الصباح. طبعا مستوى الشعبي شعبيا إيميل، شعبيا هناك كثير من الولايات، تفضل، كثير من الولايات وضعت مثلا حق الإجهاض في دستورها بعدما أمرت المحكمة العليا بإعادة هذه الحق في سن القوانين بشأنها إلى الولايات. ميشيغان من هذه الولايات، كاليفورنيا أيضا. في ميشيغان هنا الحاكمة أكدت فوزها على منافستها. ما يمكن أيضا ملاحظته هو أن أكثر ناكري نتائج الانتخابات خسروا في مواقع عدة في الولايات المتحدة، مواقع كانوا يترشحون لها ولم يوفقوا. لا أعتقد أن إنكار نتائج الانتخابات يساعد أحدا على خوض هذه الانتخابات. واضح.